شاب لسه يوتيوبر صاعد وعنده فيديوهات جديده، بيقدم فيديوهات حلوه ولعبه كثير حلو. انا فتت على قناته وعجبني لعبه والالعاب اللي بينزلها اكثر من لعبه. اسم قناته هون ورابط قناته بالوصف او بالتعليق المثبت. بتمنى منكم كلكم تروحوا تشتركوا في قناته لانه بيستاهل الدعم. تفضل شيخ، تفضل. يلا الله يزيد فضلك، يعني انا زيد فضلك. عزبت حالك والله ما كان بدك الهاتف. لا يا زلمة، عزبت حالك. ايش وعنك تنزل؟ ان شاء الله كمان. شرب شاي شيخي؟ شكرا شكرا. بس كان كثير ولا ايه؟ ايوه بس. جبنا كثير. طيب منين جايبينها؟ والله من سوريا. يا اخي بضلك من سوريا غير كل شيء. الحمد لله يا شيخ، انا كل يوم كل يوم يعني بفتح القران وبقرا الحمد لله يعني. جزاك الله كل خير يا ابني. يا ابن الحلال، بدي منك توعدني انك ما تترك فرض صلاه، ما تقطع صلاتك. اي الحمد لله، ما بترك صلاتي الحمد لله، يعني ملتزم فيها ان شاء الله باذن الله. كثير منيح كثير منيح يا ابني، كثير منيح. علم اولادك الذريه الصالحه، علمهم يصلوا يقرأوا القرآن مثل حكايتك. ايه مش عارف تكرم عيونك يا شيخ، ان شاء الله ان شاء الله. عن جد اكلكم طيب كثير، السفرة دايمة. انا هلا رايح لانه عندي شوية شغل، راح اروح على الجامع، في عندي شوية طلاب راح ألبسهم. بلزمك شيء؟ لا لا بلزمني غير سلامتك يا شعري. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. بالطريق. يلا سلام. يلا. ايه يا ابني خير، شو الموضوع الضروري اللي قلت لي عنه وقلت لي تعال ضروري ضروري، شو هو الموضوع؟
شيخي مالك ملاحظ صار لي شهر متغير معك انا؟ ايه والله يا ابني استغربت شو السبب؟ طول هالشهر كلياتها مالك على بعضك معي يعني مالك مثل قبل شو السبب خير؟ ليش تغيرت معي؟ تتذكر يا شيخي لما كنت عازمك لعندي على الفطور من شي شهر تقريبا؟ ايه يوميتها اجى لعندي شخص واعطاني مصاري وانا نسيت وحطيتهم على طاوله الاكل تمام؟ يوميتها بتذكر انا انه ما حدا دخل على بيتي غير انت وبعد ما انت طلعت لاحظت انه اختفى المصاري فعم تسرقني يا شيخي انا جبتك على بيتي مشان يصير بيناتنا خبز وملح وانت بتسرقني على اساس انت شيخ انا بجيبك على بيتي مشان تسرقني يا شيخي كيف زبطت هاي كيف قلي بسم الله نعم تحي يا احمد تحي انا بتشك فين انا رح يطلع مني هيك شيء لك يا شيخي يوميتا ما حد دخل لعندي على البيت غير انت يعني يا انا يا انت مين دي يكون ياخده غيرنا يعني مين بعدين ليش عم تبكي لا تفكرني عم ببكي انك تهمتي بالسرقه لا بس انا عم ببكي انا عم ببكي لانك من شهر لهلا ما فتحت القران لانك لو فتحت القران رح تلاقي مصرياتك فيهم المصاري ما ببيع تعب سنين وتربية أبوي فيني كرمال المصاري أنا لا مالك ولا مال الدنيا كلها بعين أنا دنيتي هو قرآني أنت كنت عم تقلي إنك عم تقرأ القرآن كل يوم كل يوم ليك شهر كامل ولا فتحت القرآن الله يهديك بس الله يهديك لأنك كذبت علي والله يسامحك بس أنا آسف يا شيخ لأنه أسأت الظن فيك وأنا بعتذر منك والله العظيم لأنه شكيت فيك فعلا يا شيخ فعلا أنا مقصر مع ربي صلي زمان ما لي فاتح كتاب القرآن كذبت عليك وقلت لك انك فاتح كتاب القرآن بس بعمرك لا تسيء الظن بالناس لأنه هذا شيء كتير كبير غلط إذا ما شفت بعينك لا تحكم يلا أنا مستأذن بس نصيحتي إلك إنك لا تنسى كتاب القرآن لأنه هاي دنيتك وجنة أنا آسف مرة ثانية عن جد يا شيخ ما عاد أسيء الظن بحد وعد مني إلك يا شيخي من هي اللحظة كل يوم كل يوم رح أفتح القرآن وأقرأ منه جزء إن شاء الله الله يهديك يلا أنا بأستأذن منك لا يا شيخي لسه ما شربناك شيء تفضل برو غير مرة أجيك خذي طريق شلون يلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم.